أهلا بكم من جديد مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية من الميادين، ونبدأ هذه الساعة بآخر الأخبار التي كانت تتوالى تباعا في منذ بداية الساعة الثامنة وحتى قبل لحظات. إذن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية قرب الحدود المصرية، أيضا قوات الاحتلال استخدمت رصاص معدني وقنابل الغاز والصوت في حرملة في قرية حرملة شرق بيت لحم. كان هناك استهداف أيضا لمبنى الترك خلف برج شوة في قطاع غزة المحاصر، وهذا المبنى هو عبارة عن مجمع سكني كبير. إذن أيضا إسرائيل أعلنت تحويل كل الرحلات المتوجهة إلى مطار تل أبيب بسبب إطلاق الصواريخ، وأيضا كان هناك غارات على بريد رفح ودوت صافرات الإنذار من جديد في كل المستوطنات في غلاف غزة. وألوية الناصر صلاح الدين أعلنت استهداف مستوطنة سيدروت بعشرين صاروخ، وأيضا يعني هناك كان العديد من التطورات الميدانية تباعا. وأيضا في القدس المحتلة كانت هناك تطورات لافتة صباح هذا اليوم، حيث أدى آلاف الفلسطينيين الصلاة في أول أيام عيد الفطر في المسجد الأقصى، وامتلأت باحته بالمصلين رغم إجراءات الاحتلال والقمع والاعتداءات، وأطلقوا هتافات تؤيد المقاومة في غزة وتؤكد التزامهم بحماية المسجد الأقصى. هذه غزة البطولة، وإحنا دائما نحن رافعين راسنا فيهم. بروح واحد بغزة بيجي 10 بداله، بروح واحد بيجي 20 بداله، وهذول الشعب الجبارين لا بكل ولا بلين. الحمد لله رب العالمين، إحنا ما بنهاب ما بنهاب ولا بنركع ولا بنركع. عندنا شباب مثل، عندنا رجال مثل جبال يخرقوا الجبال، لا نهاب من الاحتلال الظالم، ما بنهاب ما بنهاب. هذا حقنا وهذا بيتنا وهذه أرضنا وهذا وطننا وهي قبلتنا، ما إلهم فيها، هم ما إلهم فيها، دير وجوههم عليها، مش من حقهم. هاي حقنا إحنا نفوت، مش إحنا نضل برا والمستوطن يسرح ومرح جوا. هذه حقنا، وان شاء الله ان شاء الله راح يتحرر الاقصى وتتحرر القدس المقدسات وتتحرر غزه وتتحرر فلسطين من الميه للميه، وان شاء الله قريبا قريبا قريبا. ودعما لفلسطين نظمت في العاصمه الايرانيه طهران تظاهره حاشده اطلق فيها المتظاهرون شعارات النصره للمسجد الاقصى وغزه. نتابع مقاطع من هذه المظاهره. وفي باب العمود بالقدس المحتلة أيضا تصدى الشبان الفلسطينيون للاعتداءات الإسرائيلية. إذن هذه الليلة شهدت عنف من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة وأيضا في مناطق المحتلة عام
48، ولكن في قطاع غزة شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة مناطق مستهدفة الأماكن السكنية ومنشآت مدنية. مراسل الميادين كان أفاد باستهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية مقر البنك الوطني في محافظة خان يونس جنوب القطاع. وقد أدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى استشهاد 67 مدنيا، بينهم 17 طفلا وسبع نساء، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مجمل عدد الإصابات بلغ 388 إصابة، منها 115 طفلا. وردا على هذا العدوان، وسعت المقاومة الفلسطينية دائرة ردها، حيث استهدفت المستوطنات داخل الأراضي المحتلة وفي غلاف قطاع غزة. كتائب المجاهدين أعلنت قصف عدة أهداف في النقب الغربي وأشكول بعدد من الصواريخ. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه للمرة الأولى دوت صفارات الإنذار في منطقة الشارون الشمالية وفي الجليل الأسفل. قال جيش الاحتلال في بيان إنه أحصى إطلاق نحو 1500 صاروخ من القطاع ومقتل 7 مستوطنين. هذا ووزعت سرايا القدس مشاهد جديدة لرشقات من الصواريخ أطلقتها على المستوطنات الإسرائيلية بلغت 115 صاروخا. وذكر الإعلام الحربي للسرايا أن الصواريخ استهدفت تل أبيب وديمونة وأسدود وعسقلان وسيديروت وعددا من المستوطنات والمدن الأخرى. ننتقل الآن إلى مراسل الميادين في قطاع غزة أحمد غانم. صباح الخير أحمد. صباح الخير أحمد، ما الجديد؟ ما آخر المستجدات في القطاع؟ دعيني أبدأ من الخبر الأهم الذي أوردته وزارة الصحة إلينا. تقول وزارة الصحة أنه وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين. نحن نتحدث عن مجموعة، جثامين مجموعة من المواطنين، لم تحدد أعدادهم وزارة الصحة. قد تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق، مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة، وقد تم أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن حصيلة الشهداء في أول أيام العيد ستتجاوز 65 شهيدا. الآن أعداد الشهداء 63، مع هذه المجموعة ربما تتجاوز أيضا 65 شهيدا. حتى هذه اللحظة لم يعرف
الأسباب، لكن ترجح وزارة الصحة بأنهم قد تعرضوا للاختناق. ودعيني أشير إلى أمر مهم جدا، حين كثفت إسرائيل غاراتها على غزة أمس واستهدفت موقع الشرطة، البارود المنبعث ورائحة الدخان المنبعث من الصواريخ يعني تسببت بحكة شديدة في العيون، وأيضا تسببت بالتهاب صدور بعض الزملاء معنا. يعني هذه الأسلحة خطيرة، وقد حذرت منظمات حقوقية في قطاع غزة ومنظمات دولية تعنى بطبعا المساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة للمدنيين خلال الحروب، أكدت بأنه إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا وتجعل من قطاع غزة حقل تجارب لأسلحتها. نحن نرى كل مواجهة مع الاحتلال، كل عدوان يمارس الاحتلال الإسرائيلي على غزة يستخدم أنواعا جديدة من الأسلحة، حتى أن وزارة الداخلية أعدت معرضا للقذائف والصواريخ غير المنفجرة في قطاع غزة. كل من يدخل غزة يأتي ليشاهد حجم الإرهاب الإسرائيلي، قذائف وصواريخ من أنواع مختلفة وأنواع شتى. دعيني أشير أيضا إلى أن المدفعية الإسرائيلية تواصل حتى هذه الأثناء عملية استهداف مباشرة لمنطقة مصنع حمودة في منطقة شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى استهدافها منطقة الشيخ زايد شمال القطاع بقذائفها المدفعية، وهذا تتويجا لغارات إسرائيلية شنتها شمال وشرق قطاع غزة خلال العشرة دقائق الماضية. أيضا المدفعية الإسرائيلية استهدفت أهدافا شرق منطقة خزاعة، شرقي منطقة خان يونس أو شرقي مدينة خان يونس. يعني يبدو أن إسرائيل عجلت باستخدام المدفعية هذه المرة، بالعادة سلاح المدفعية يدخل العدوان متأخرا مقارنة بالعدوان الماضي، دخلت المدفعية متأخرة، لكن يعني منذ يومين نلاحظ أن المدفعية الإسرائيلية تستهدف الأراضي الزراعية المحاذية للسياج الحدود الفاصل شرقي وشمالي غزة بالقذائف. وأكثر مرة استخدمت فيها هذه القذائف هي لحظة استهداف كتائب القسام لبرج العسكري في منطقة نتيفة إسراء بالأمس، حينما استهدف القسام جيب الاستخبارات الإسرائيلية أو الجيب العسكري الإسرائيلي. تتابعين في الصورة هذه سحب الدخان ناجمة عن القصف الإسرائيلي المدفعي في منطقة شمال قطاع غزة، يعني دخان متفرق مناطق مختلفة تضربها المدفعية، وهذه طبعا بالقرب من المنطقة التي تحدثت عنها، هي في المنطقة المقابلة لمستوطنة نتيف عسراء المحاذية لمنطقة بيت حنون وحدود منطقة بيت لاهية شمال قطاع غزة. إذن العدوان الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة بغاراته التي تستهدف المنازل المدنية وتستهدف البنوك وتستهدف الشوارع والبنى التحتية. وللحقيقة بأنه ما كشفه النهار هذا اليوم هو كارثة حقيقية. شوارع بأكملها إسرائيل تستهدف شوارع إسفلتية، بنى تحتية ليس لها علاقة، أرصفة تستهدفها إسرائيل. يسأل سائل ما بال يعني لماذا هذه الاستهدافات؟ نعم. إسرائيل، لأنه إسرائيل تتعمد تعميق معاناة الفلسطينيين، لأنه عملية إعادة إعمارها مايا وإشغال الفلسطينيين بعملية إعادة الإعمار هذا سيستغرق وقتا طويلا. إسرائيل تريد إلهاء الفلسطيني بهذه الأشياء. وثانيا إسرائيل بكل تأكيد، لأنها تعرف أنها ستعرقل أي عملية إعمار في قطاع غزة، هي تستهدف أكبر قدر ممكن من المباني، أكبر قدر ممكن من الشوارع، أكبر قدر ممكن من الأرصفة. يعني في عملية واضحة تريد أن تروع، تريد أن تلقي، وكأنها تلقي في كل شارع قذيفة، تريد أن تثير الرعب في قلوب الناس. مناطق سكنية مأهولة، منطقة تل الهوى منطقة أبراج سكنية، أبراج فيها أكثر من 100 برج سكني، كل برج فيه 10 طوابق، وكلها مأهولة بالسكان. بالأمس ذهبت إلى ذلك المكان وكأن هناك زلزال، وكأنه فعلا يعني هذا وصف حقيقي، وكأنه القذائف يعني جرفت أمتارا تحت الأرض، يضربون الشوارع حفر كبيرة، حتى أنه الأونروا مبنى إدارة
إدارة الوكالة الأونروا استهدف أمامه شقة سكنية في برج السوسي، والله المسافة كاملة على مساحة 200 متر وكأنها قلبت رأسا على عقب، يعني لم نعد نشاهد معلما واضحا لشوارع رئيسية وشوارع كانت معروفة في قطاع غزة. هذا كما قلت يفسر رغبة إسرائيل في الانتقام. حتى أحمد، يعني أهالينا في قطاع غزة يتحدثون عن أنه هذه الليالي التي عاشوها وبالتحديد يعني الليلة الماضية أيضا كانت هناك حجم كبير، لا أتحدث عن ليلة العيد، الليلة الأخيرة لرمضان كان هناك حجم كبير من القصف، وأنه الأصوات التي سمعوها لم يسمعوها في كل المرات السابقة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إذن محاولة إثارة الرعب، محاولة ترويع المواطنين، تدمير الأمل لديهم، يعني عندما يتعبون لسنين طويلة، ونحن نعرف أنه كل ما يعني يتعب لأجله العالم سواء لشراء منزل، لتعليم الأبناء، لكل هذه الأمور الحياتية، التفاصيل اليومية نحن نجريها مثلا في سنة، يحتاج الغزي إلى وقت أطول ليجريها بسبب العراقيل الإسرائيلية، بسبب الحصار على قطاع غزة، بسبب التضييق على أهالي قطاع غزة. إذن هناك محاولة أيضا لتدمير نفوس الغزيين، وهنا أريد أن أعرف الآن كيف يتفاعل الغزيون مع هذا العدوان الهمجي الإسرائيلي عليهم. أسأل هنا عن يعني عن عن المعنويات. أولا دعيني أشير إلى أمر بالغ الأهمية، وزارة الصحة تحدثت في صلب موضوعك الذي أو سؤالك الذي طرحتيه، وقالت بأن إسرائيل تسعى إلى بث الرعب والهلع وفي نفوس سكان القطاع، وهذا فعلا ما يحدث، لأنه حجم الصواريخ التي تستخدمها إسرائيل وقوتها وعنفها وحجم يعني قوتها التدميرية لا يتناسب إطلاقا مع حجم مع حجم الأبنية، مع أبنية قديمة، هنالك أبنية عمرها في غزة أكثر من 60 عام، يعني حسب ما يعني ما نسمع انه لو واحد يعني احد الناس يعني دفعها بيده لسقطت، لكن اسرائيل تستخدم قوة تدميرية هائلة وتستخدم قذائف ذات اصوات يعني عجيبة وغريبة جدا، حتى انه يعني تسبب ضغط هذه الصواريخ، شاهدنا يعني ضحايا اصيبوا بنزيف داخلي نتيجة الضغط الكبير الذي تحدثه هذه الصواريخ في مناطق الاستهداف. إذا إسرائيل تسعى إلى إحداث حالة من الهلع، يعني تلعب على العامل النفسي، وهذا واضح، هي تمارس ضغطا نفسيا. حينما أيضا يعني هناك أمر بالغ الأهمية يجب أن نتحدث فيه، الدعاية الإعلامية أو ماكنة الدعاية الإعلامية عبر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي حين يقول أننا سنضرب غزة وأننا سنقصف غزة وأننا سنستهدف وأنتم ستدفعون الثمن، يمارس دعاية نفسية حقيرة، يمارس دعاية مفضوحة ومكشوفة لا تنطلي على الشارع الفلسطيني، لكن في المقابل يجب ألا نقلل من الانعكاسات النفسية كما قالت وزارة الصحة لاستهدافات إسرائيل، لأنه نحن نتحدث عن مجتمع فتي، عدد الأطفال فيه كبير جدا، أيضا جانب النساء وحتى الرجال، يعني الجميع غير مستثنون من الانعكاسات النفسية للغارات الإسرائيلية وحجم الدمار الذي يحصل، يعني شيء عجيب. يعني لدينا كانت فيديوهات ومشاهد للأطفال يعني أثناء القصف وأثناء الصراخ، الأطفال الذين يهربون حينما تقصف منازلهم بصواريخ تقول إسرائيل أنها تحذيرية ولكن هي تدميرية، حينما يحذر المواطنون الآمنون في منازلهم للخروج من المنزل بصاروخ من طائرة حربية بدون طيار تستخدمها إسرائيل لقتل أفراد المقاومة وتستخدمها إسرائيل لتفتيت لحوم الأطفال. شاهدنا صورا اليومين الماضيين لأطفال جثث محترقة، بالأمس منزل عائلة عرفة أشلاء مقطعة، هذه المشاهد حين يشاهدها طفل أو تشاهدها امرأة أو يشاهدها أيا كائنا من كان، ماذا يمكن أن تحدث في نفسه من مشاكل. أعتقد أن إسرائيل تعي جيدا، وأنا أؤكد أن هناك تقارير كثيرة صدرت عن مؤسسات حقوقية تؤكد بأن إسرائيل تستخدم الدعاية المضادة ضد قطاع غزة وضد سكان قطاع غزة لتلعب على العامل النفسي، تريد أن تحدث يعني شرخا داخل كل إنسان فلسطيني، لكن هذه في المقابل صدقيني أن الناس تتعافى يوما بعد
بعد آخر يعني. نعم. لكن إسرائيل المشكلة بأنه الصراع متواصل تعافى يوما بعد آخر أحمد، وأيضا شاهدنا أيضا أنه في قطاع غزة المحاصر على الرغم من العدوان الإسرائيلي يحاول الفلسطينيون هناك أن يمارسوا حياتهم الطبيعية، وأيضا في إحدى المجازر التي ارتكبت في الأمس واستشهدت فيها العائلة كاملة كان هناك طفل يذهب إلى تلقي دروس خصوصية وهو الناجي الوحيد من هذه المجزرة مقابل رعب عند المستوطنين الإسرائيليين وحتى عند جيش الاحتلال الإسرائيلي فقط عندما تدوي صفارات الإنذار. إذن أحمد ابقى معنا، ننتقل الآن أيضا إلى نسرين سلمي. نسرين سلمي هل هناك؟ نسرين ليست جاهزة معنا، إذن ننتقل إلى الكاتبة والناشطة نادية حرحش. أهلا بك سيدة نادية وأنت معنا من القدس المحتلة، وأريد أن أسأل عن ما جرى بالأمس في المناطق المحتلة عام 48، هذه العمليات الوحشية من قبل المستوطنين الإسرائيليين تجاه محلات الفلسطينيين وأيضا تجاه ممتلكاتهم، إلى أي مدى كانت تشبه ما جرى في عام النكبة عام 1948؟ صحة. صباح الخير وكل سنة. شكرا. لا بقدر غير يتمنى الخير بمثل هذه الأجواء، وإن شاء الله ربنا يعيد الأيام هذه بيمن. أوقات هلأ وصلنا لمرحلة أنه صارت الكلمات بالضبط لها معنى، لما نقول يمن وبركة صرنا محتاجينها كثير اليوم نسمعها. الحقيقة هو بالضبط أنه الوضع بعيد علينا، بعيد للأذهان، وإحنا اليوم عم نعيش ذكرى النكبة. العربد اللي عم بتصير من المستوطنين بكافة المدن الفلسطينية هالقد عم بتكون مرعبة، لكنهم عم بيعيدوا لك تجسيد آخر للنكبة، بذكروا الناس إذا أنتوا حتى نسيتوا إحنا بدنا نذكركم. حتى فكرة الغضب مش عم بيسمحوا للناس إنها تتعامل معها أو تعبر عنها. اللي بيكمل غضب اللي إحنا كفلسطينيين بنحسه، بتشوفي كم الحقد اللي موجود عندهم وعم بتلاقوه بتعوبوا. اللي الفرق بيننا وبينهم انه احنا عندنا هالقد سبب انه نعبر عن اللي بيصير معنا، عن حرقتنا، عن الظلم اللي الممتد بحياتنا من اكثر من 70 سنه بسببهم. بالمقابل هم بالرغم من سرقتهم، من ظلمهم، من جحدهم، من كرههم، لسه الحقد هالقد معبي قلوبهم ومش عم بيروح. يعني المشاهد اللي عم نشوفها بالقدس بمدن مدن فلسطين المختلفه من حيفا ليافا اللد عكا، هالقد مرعبه وهالقد بالفعل بتذكر بالحقد اللي الناس عاشته بالنكبه بال 48. ولكن في مشهد اخر بفكر قوه الحق عم تطلع، عم بتشوفي قد الناس قويه بشعورها تجاه انه هي صح بتحق، وهالقد هذه أقوى، هالقد بالرغم من كل البطش، بالرغم من كل الظلم، بالرغم من كل الحقد هيك بتشوفي هالقد حقد معبى، لكن الناس هالقد مآمنة للحظة إلنا زمان مش حاسينها، إنه إحنا قوتنا بحقنا، إحنا أصحاب حق في هذا المحل، في هذا البلد. وفلسطين بطلت بس تقول ضفة وقطاع وقدس. القدس يمكن أنا هلأ فخورة بنفسي إني أكون من القدس. القدس بالفعل وحدت فلسطين، جمعتها، كل المنقسم في فلسطين اليوم تجمع من القدس وطلع ورجع إنه إحنا اليوم لسه فلسطينية، وكنا من مارس ومنعيش وجعنا مع الأسى. نعم. كل واحد سيدة نادية، نحن يعني نتابع على الشاشة الفلسطينية مشاهد لشرطة الاحتلال وهي تقتحم بيوت الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، تحاول إرهابهم وتحاول إثارة الرعب في نفوسهم. هم في منزلهم، تنهال بالضرب على أحد أفراد المنزل. إذا هذه الاعتداءات الوحشية التي جرت من جنود جيش الاحتلال وأيضا من
المستوطنين الإسرائيليين بحق أهالينا في الأراضي المحتلة عام 48. كنت تتحدثين عن القدس، عن الفخر بأن تكوني مقدسية. ربما اليوم الجميع يتمنى أن يكون من القدس ومن غزة ومن فلسطين بطبيعة الحال، ولكن في الداخل في المناطق المحتلة عام 48، كيف تفاعل الفلسطينيون مع صواريخ المقاومة التي جاءت نصرة للقدس أيضا؟ على الأقل كانت ردة الفعل، الحقيقة ما بدي أستخدم كلمة فرح لأنه الموضوع ما فيه فرح، لكن فكرة النصرة، شعور إنه الفلسطينية كلها، فلسطين عم شايفتنا، غزة شايفتنا، مع بكل وجع بقول ما كنتش بتمنى إني أشوف الألم والوجع والدمار اللي عم بيصير بغزة، بس مع الأسف استهداف غزة، استباحة غزة، هذا الإشي يمكن الأسهل بالنسبة للاحتلال. هل قد في استباحة بكل أسف بتصيب دائما حق أهلنا بغزة. نعم، شعور السند، وجود سند لأهل فلسطين المحتلة عام 48 من قبل قطاع غزة بطبيعة الحال، وهي فلسطين واحدة، والآن أيضا غزة يعني تساندها المناطق المحتلة عام 48. ننتقل سيدة نادية إلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة. أهلا بك أستاذ طلال. بضيفك وبكل المشاهدين. نعم أستاذ طلال، كان قبل قليل مراسل الميادين يتحدث عن استشهاد فلسطينيين، بحسب وزارة الصحة استشهدوا خنقا. إذا هناك أسلحة بطبيعة الحال تستخدمها دائما إسرائيل، هي أسلحة محرمة دوليا، ولكن هناك حديث عن إنه هذه الأسلحة غير مجربة سابقا. دعيني بالبداية أن أوجه خالص التهاني لكل شعوبنا وشعوب أمتنا العربية والإسلامية، رغم الظروف الدموية التي يعيشها شعبنا في هذه اللحظات على يد العصابات وقوى الإرهاب والفاشية الجديدة دولة الكيان الصهيوني، وإصرارنا على رغم هذا الألم وهذه الدموية أن نحول كل شعائرنا الدينية إلى روح معنوية عالية في مواجهة هذا الاحتلال وإجرامه الدموي. والاحتلال الإسرائيلي ليس في المرة الأولى التي يستخدم فيها هذه الأسلحة ويحول شعبنا الفلسطيني إلى حقل تجارب في إطار معرفة مدى فتك هذه الأسلحة وهذه القنابل باتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني. ما قبل ذلك استخدم الفسفور الأبيض واستخدم اليورانيوم المنضب واستخدم العديد من هذه الوسائل. هذه الجرائم ما كانت لتتكرر ويقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي لو هذا المجتمع مرة واحدة وضع إسرائيل موضع مساءلة وموضع محاسبة أمام هذه الجرائم التي هي جرائم حرب بكل معاني الكلمة. ولهذا هذه تحتاج منا كفلسطينيين ما قام به الاحتلال من إلقاء قنابل على منازل بالضفة وفي قطاع غزة واستشهاد أبناء شعبنا خنقا بفعل تأثيرات هذه الغازات السامة، أن نحول هذه القضية إلى قضية وطنية من الطراز الأول، سواء ودولية، سواء على مستوى محكمة الجنايات الدولية أو على مستوى المؤسسات الدولية، بما يمكننا أن نفضح هذه السياسة الإجرامية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني. هذه السياسة التي أفلس فيها الاحتلال والذي حاول أن يقنع نتنياهو ومن قبله ليبرمان والآن جينتس بأنها إسرائيل قد عادت ترميم قوة الردع الإسرائيلية، جاءت قوى المقاومة في إطار المواجهة ووحدة نضال شعبنا في كل المناطق في مواجهة هذا العدوان الدموي وتحقيق هذه الإنجازات رغم ما تعرض له المدنيين من أبناء شعبنا من قتل على يد هذه العصابات. جاءت هذه الضربات المؤلمة والمؤثرة والموجعة لتفضح هذه السياسة التي حاول أن يخادع بها نتنياهو
الرأي العام الإسرائيلي، وأظهرت أن المقاومة قادرة على كسر قوة الردع الإسرائيلية، فلهذا حاول أن يسجل إنجازات إما باستهدافات المنازل أو البيوت أو استخدام أسلحة محرمة أو غير ذلك. لن تثنينا هاي عن الصمود في الميدان واستمرار الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني، ويتحمل الاحتلال كل المسؤوليات عن هذه الجرائم وعن هذه الحروب الدموية التي يشنها على أبناء شعبنا في القدس، في الضفة، في مناطق 48 وفي غزة، وسيتحقق الإنجاز على يد شعبنا. طيب، ومقاومته الباسلة. أستاذ طلال، أنت تحدثت أيضا عن هذه العمليات وعن تصعيد هذا العدوان وزيادة من همجية ووحشية هذا العدوان، أيضا لأنه نتنياهو هو مأزوم داخليا، وأيضا يعني صواريخ المقاومة هذه المرة كسرت شوكة إسرائيل بطريقة أكبر من كل المرات السابقة، لأنه هذا العدوان يأتي بعد محاولات تطبيع جرت أو إعلان تطبيع مع بعض الدول في المنطقة، دفع أموال طائلة لتشويه صورة المقاومة في المنطقة، للتضييق على مؤيدي المقاومة وداعميها أيضا في المنطقة، جاءت هبة القدس ومن ثم صواريخ المقاومة في غزة لتكشف عن مدى التأييد الشعبي الواسع في العالم العربي وفي المنطقة بشكل عام وحتى في العالم للقضية الفلسطينية، على التأكيد على عدالة هذه القضية الفلسطينية، وحتى يعني مثلا بعيدا عن تأييد الشعبي، تقارير المنظمات Human Rights Watch مثلا لديها التقرير الذي قال بوضوح أن النظام الإسرائيلي نظام عنصري مكتمل الأركان ويخالف القانون الدولي وهو يمارس جرائم ضد الإنسانية. هذا التقرير لهذه المنظمة كان يشمل غزة والضفة والمناطق المحتلة وحتى اللاجئين بالشتات. إذن هذه المرة مختلفة لأن إسرائيل بعد هذا العدوان وبعد هذه الجرائم وبعد رد المقاومة ليست كما كانت قبل. صحيح، ولهذا عبرت دولة الكيان الصهيوني عن الوجه الحقيقي لهذا الكيان، وهو كيان كولونيالي استيطاني إرهابي دموي فاشي إقصائي تهجيري لشعوب الشعب الفلسطيني. ولهذا تجلت صور هذا الكيان فيما اقترفه من جرائم وتقرير. نتابع مباشرة أستاذ طلال، آسف على المقاطعة، ولكن نتابع مباشرة قصف أيضا جديد لقطاع غزة ونشاهد الدخان يتصاعد من القطاع. إذن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة. إليك أحمد غانم من جديد، هذه الغارة أين سقطت؟ في قطاع غزة في أي هذه منطقة؟ الغارة في المنطقة في نعم هذه الغارة في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، يبدو أنه استهداف من طائرة حربية من طراز F-16. الآن تكثف إسرائيل من غاراتها، المدفعية دخلت على الخط بقوة، المدفعية تكثف من عملية استهدافها في مناطق مختلفة من القطاع. في المنطقة الشمالية استهدفت عدة مناطق، منها منطقة بيت حنون ومنطقة الشيخ زايد، وأيضا الطائرات أغارت على هدف في بيارة في منطقة بيت حنون. الآن الخبر العاجل هو أشلاء شهيد عبارة عن أشلاء مقطعة وصل مستشفى ناصر في أثناء قصف مدفعي أو خلال قصف مدفعي في منطقة شرق خان يونس. إذن قصف مدفعي شرق خان يونس ارتقى على إثره شهيدا وصل إلى المستشفى أشلاء مقطعة وإصابة آخر. إسرائيل أيضا كثفت من قصفها المدفعي في منطقة الصنات شرق خان يونس، وأيضا في رفح تردني الأنباء أيضا أن إسرائيل قصفت بالمدفعية مناطق مختلفة. إذن إسرائيل الآن تستهدف أو توسع دائرة استهدافها بالمدفعية للمناطق الحدودية في رفح وخان يونس، وأيضا نشاهد بالعين المجردة المنطقة الحدودية الشمالية والشرقية، إسرائيل أيضا تستخدم بها سلاح المدفعية. والغارة الأخيرة التي شاهدتها هي غارة من طائرة F-16، لا نعرف الهدف
المستهدف حتى اللحظة، نحن نتابع لمعرفة مكان هذا الاستهداف. إذن شهيد وإصابة جديدة يضاف طبعا إلى المجموعة التي أعلنت عنها وزارة الصحة. لا رقم حسب حتى هذه اللحظة الصحة أعلنت عنه، لم تعلن عن رقم للمجموعة، ولكن نتوقع إعلانا خلال الدقائق القادمة. إذن هناك عملية متسارعة في استخدام كل الأسلحة، سواء كانت المدفعية أو الطائرات الحربية أو الطائرات من دون طيار أو حتى الزوارق الحربية التي تقبع في بحر غزة خلفنا، وكل لحظة كل دقائق تطلق قذائف مدفعية على الشاطئ في محاولة لإحداث يعني الهلع في نفوس القاطنين على هذا على هذا الشاطئ. حتى هذه اللحظة الغارات الإسرائيلية بالطائرات خفت وتيرتها، لكن نسجل ارتفاعا ملحوظا في القصف المدفعي على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع. نعم أحمد غانم، أنت معنا من غزة، ابقى معنا. نعود إليك أستاذ طلال ونسأل عن توسيع نطاق العمليات وحتى الأسلحة المستخدمة في هذا العدوان، ماذا يعني؟ إلى أين تتجه الأمور؟ إذن هذا التصعيد ماذا يعني؟ إسرائيل في حالة الإرباك التي أصاب المستوى السياسي والعسكري وحجم ما تعرضت له البلدات الإسرائيلية من إطلاق صواريخ أو حتى ما تعرض له الجيش على تخوم قطاع غزة من استهدافات بأسلحة الكورنيت، وضع الاحتلال أمام حالة من التخبط، وبالتالي هو يحاول أن يحقق إنجازات وهمية من خلال هذه الاستهدافات للمنازل وللمواطنين ولكل ما هو متحرك على الأرض بما في الأبراج السكنية. وبالتالي هو عليه أن يدرك لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تسمح للاحتلال بالتمادي بهذا العدوان، وسيدفع ثمنا غاليا أمام كل قطرة دم تسيل من أبناء شعبنا الفلسطيني. لكن شعبنا الفلسطيني الذي يدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية من العار أن تجتمع وزراء خارجية جامعة الدول العربية ولا يتخذوا موقفا يرتقي إلى مستوى المسؤولية في ظل هذه الانتفاضة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وصلفه في مدينة القدس والمسجد الأقصى. كنا نتمنى أن دولة عربية ترتقي إلى مستوى المسؤولية، كنا نتمنى أن هذه الدول التي طبعت والتي حاولت أن تبيض صورة هذا الاحتلال وأنه يمكن قبول إسرائيل صديق في المنطقة وأن إسرائيل يمكن أن تساهم في إعادة تنمية المنطقة أن تتبدد هذه الأوهام. إسرائيل عبرت عن الوجه الحقيقي لها ككيان فاشي دموي عنصري يستخدم كل الوسائل، تفجير سكان حي الشيخ جراح، الهجوم على المرابطين و المتظاهرين السلميين في باحات المسجد الأقصى، العائلات التي تقتل، لا يقل عن 20 طفل قتل في قطاع غزة خلال التصعيد الأخير. إذا كان الاحتلال يعتقد أنه بتوسيع هذه الغارات وتوسيع هذه الاستهدافات أو يمكن أن نرضخ لشروطه لحالة الهدوء التي يريد أن تكون من الطرف الفلسطيني وأن يرفع الراية وأن تكون هناك التزامات بعدم إطلاق أي صواريخ إسرائيل، هو واهم. أي تهدئة لها موجبات، الاحتلال هو من بدأ وعليه هو من يوقف وعليه وقف كل مظاهر العنف التي مارسها ويمارسها سواء في مدينة القدس أو الضفة و48 أو في قطاع غزة. إذا أراد حالة من الهدوء ما دون ذلك المقاومة واحدة موحدة، ما تملك من إمكانيات وما فاجأت به الاحتلال عليه أن ينتظر المفاجآت بكل الأحوال. نعم. على يد أبطال غرفة العمليات المشتركة. نعم. والمقاومة أعلنت استعدادها لكل السيناريوهات بطبيعة الحال. شكرا لك عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة، كنت معنا من غزة. القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد أن كل محاولات تقسيم القضية الفلسطينية سقطت، وقال حمدان في مقابلة مع الميادين أن المقاومة التي تراكم قوتها في غزة هي لكل الشعب الفلسطيني وللتحرير. ما يجري اليوم من ربط يقول أن المقاومة التي تراكم قوتها في غزة هي مقاومة للشعب الفلسطيني ومن أجل الشعب الفلسطيني، وهي مقاومة للتحرير، هي مقاومة لتحرير الأرض الفلسطينية، لتحرير القدس والمقدسات واستعادة الحقوق. وهي بهذا المعنى
تخرج من دائرة الجغرافيا الضيقة أو الجغرافيا الجزئية في فلسطين إلى رحابة المشهد الوطني الفلسطيني كاملا. رسالة المقاومة كانت واضحة وهي رسالة كل الفلسطينيين، يجب أن ترفع اليد عن القدس، يجب أن ينسحب الإسرائيلي من القدس، ينسحب من البلدة القديمة، ينسحب من التضييق على الأقصى، من التضييق على الكنيسة، من حي الشيخ جراح. الوسطاء الذين اتصلوا من اليوم الأول الرسالة كانت واضحة لهم، هذه هي حقيقة موقف الشعب الفلسطيني وموقف المقاومة وهو موقف إجماع فلسطيني. إلى ذلك قال مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر أن القضية الفلسطينية أمام تحولات استراتيجية كبرى. الطاهر أكد في مقابلة مع الميادين أن قرار الفصائل الفلسطينية كافة والشعب الفلسطيني هو مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. شعبنا قال أن فلسطين، وشعبنا في 48 في حيفا ويافا وعكا قال بأن هناك معنى واحد لفلسطين، فلسطين من البحر إلى النهر. هذا تحول استراتيجي كبير يجب أن ندرك معناه في هذه اللحظة التاريخية. المعنى الاستراتيجي الثاني الذي تواجه القضية الفلسطينية اليوم أنه هزيمة إسرائيل إمكانية واقعية، وهذا التحول الاستراتيجي قدمه لنا حزب الله في معركة 2006 عندما أظهر حقيقة وهشاشة هذا الكيان. وبرغم الدمار والتصعيد الإسرائيلي على غزة مؤخرا، يروي سكان غزة قصصا تؤكد على ضرورة الصمود في مواجهة الاحتلال وأن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين. هذا التقرير لأحمد غانم. هذا واحد من الأبراج السكنية التي استهدفتها إسرائيل خلال عدوانها ليلة أمس، دافنة ذكريات لعوائل كثيرة كانت تحلم بمجرد الأمن والأمان. كيف وجدتم هذا الدمار حينما استيقظتم بعد القصف؟ هذه جريمة صهيونية طبعا استهدفت المدنيين. هذا البرج لا يسكن فيه عسكريين أبدا، هذا البرج برج مدنيين، وهذه جريمة من جرائم الإسرائيليين. رغم الجرائم الإسرائيلية سنكون صامدين تحت، ونحن مستعدين للمواجهة مع الإسرائيليين. يعني مهما قدمتم أنتم صامدون وثابتون. صامدون على تاريخ شعبنا من الثورة الفلسطينية، من أول أوائل الثورة الفلسطينية، ونحن صامدون وسنصمد رغم الألام اللي في قطاع غزة، رغم جوع الناس، رغم الحصار في قطاع غزة، صامدون. إسرائيل تعتقد لم حين تدمر هذه الأبراج يعني أنه هي قضت على المقاومة وقضت على أحلام الناس، شو بتردوا؟ صعب أن تقضي على أحلام الناس، لو مهما دمرت حيفضل الشعب صامد لآخر نفس. هذا المنزل واحد من المنازل التي استهدفتها إسرائيل خلال عدوانها على غزة. قتلت إسرائيل الأب والأم وثلاثة من الأطفال. كيف تلقيتم هذه الفاجعة يا عم؟ والله احنا قاعدين في امان الله وما فيش حاجه يعني عندنا، لها فجاه الصواريخ بتنزل عن جيراننا هنا. البنت والله عروسها استشهدت، محضره حالها للعيد مسكينه، شارئه واعي، اشتريت لهم حلو، ضيع الفرحه مني. إذا أيضا الآن هناك غارات على قطاع غزة نشاهدها مباشرة من قطاع غزة، هذه الغارات ودخان كثيف يتصاعد جراء هذه الغارة. يبدو أنه هناك دمار كبير حصل نتيجة هذه الغارة بحسب ما كنا نشاهد. نعود إليك سيدة نادية وأسأل عن هذا التقرير الذي كنا نشاهده معا عن قصص الدمار التي يلحقها الاحتلال الإسرائيلي بأهالينا في قطاع غزة، وأيضا قبل قليل كان وصل نبأ عن شهيد مقطع الأوصال وصل إلى المستشفى وارتقى بفعل قصف مدفعي على خان يونس. الحقيقة ما في إشي بنحكى يارا، يمكن بشارك الشعور الخاص كأم هنا. أنا بخلال فترة المواجهات بالقدس كأم كنت كل يوم بستنى بناتي يرجعوا، أكون أطلع شو عم بيصير على الإنستغرام، المواجهات اللي عم بتصير، وبس بقول يا رب البنات يرجعوا سلمت. فتخيل إيش يعني الواحد يكون نايم ببيته ويحمل ابنه أو ما يفيقش أو ما يلاقيش ابنه أو بنته. مشهد
الدمار وتأثيره على كل أهل أو أم أو إنسان هالقد ما في إشي بعوضه، ما في إشي بيقدر يعبر عنه، ما في متأسفة إني حتى الكلمات عم بتخونني بهذه اللحظة، لكن بكل بساطة وجع وألم الناس وخسرتهم بأبنائهم بأحبتهم، هذا ما بتعوض، ما في إشي بوصفه. اللي يمكن إحنا منضلنا بمحل بين في الصمود والمقاومة اللي جنبه، هاي دايما هي بتقوي بدون شك المشهد الفلسطيني اليوم، إنه في شعب بصمد وبنفس الوقت في مقاومة عم بتقول له إحنا موجودين معك، هذا إحنا المحتاجينه، لأنه مع الأسف في قيادة عم تلعب فينا. أنا كتير بخاف من المشهد التالي لهذا المشهد، بقدر عظمته من حيث الصمود الفلسطيني، من صمود الناس، من تضحياتهم. بنفس الوقت هذا المشهد إحنا بنعرف إنه مع الأسف إنه في تصفيات قيادية بالآخر بتلم أو بتحصد أوجاع الناس لمكاسب سياسية لمصلحتهم مش لمصلحة الشعب. نعم، ولكن الشعب الفلسطيني على هذه السيرة، ويعني كان قبل هذه الهبة هناك حديث عن الانتخابات قبل أن يؤجلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن ما يجري اليوم هو أفضل انتخابات، يعني قال الشعب الفلسطيني كلمته في كل المناطق حتى في المناطق المحتلة عام 48 قال كلمته، هو يصطف مع المقاومة الفلسطينية. اسمحي لي أستاذة نادية أن أنتقل إلى السيد عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس. أهلا بك سيد عبد اللطيف، وأريد أن أسأل أيضا عن آخر المستجدات وأيضا عن محاولات الوسطات للتهدئة وعن السيناريوهات في المرحلة المقبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني المستبصرين في مواجهة العدوان الصهيوني وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، وكل عام وشعبنا الفلسطيني وأمتنا بألف خير. شعبنا الفلسطيني يعيش في أجواء العيد في عدوان متصاعد من العدو الصهيوني، لكنه يعيش في جو من العزة والكرامة والسؤدد، جو من الانتصار على هذا العدو الغاشم المجرم الذي نال من المباني ونال من الكتل الأسمنتية ونال من المحترقات، لكنه لم ينل من إرادة هذا الشعب العظيم في عيد الفطر المبارك وفي شهر رمضان الكريم. ثانيا، فيما يتعلق بموضوع التهدئة مع هذا العدو الصهيوني، طالما هذا العدوان الهمجي مستمر على شعبنا الفلسطيني، وطالما العدوان متواصل ويستهدف المدنيين ويستهدف البنى التحتية ويستهدف الأبراج ويستهدف الشرطة السكنية، فإن المقاومة مستمرة وماضية في رد هذا العدوان والدفاع عن شعبنا الفلسطيني، ولا يمكن أن يقابل الهدوء إلا بهدوء في القدس المحتلة وفي شيخ جراح وفي قطاع غزة، والعدو الصهيوني هو من يتحمل نتائج هذا العدوان المستمر على قطاع غزة. نعم، أيضا يعني هناك توسيع للعدوان على قطاع غزة، وبالتالي أيضا فصائل المقاومة تتحدث عن جهوزيتها لكل السيناريوهات المحتملة. ماذا تتوقعون أن يكون شكل العدوان في الساعات والأيام المقبلة؟ يعني خيارات المقاومة الفلسطينية مفتوحة للرد على هذا العدوان، والمقاومة الفلسطينية تدير هذه المعركة مع الاحتلال بكل اقتدار وبكل حكمة وبكل مسئولية، وتراقب الميدان عن كتب. وضربات المقاومة تتصاعد مع تصاعد العدوان على قطاع غزة وعلى شعب الفلسطيني، وبالتالي كلما تمادى هذا العدو الصهيوني في ضرب الأبرياء والمدنيين والبيوت الآمنة والأبراج المدنية والمقرات الخدمية، كلما أيضا تصاعدت ضربات المقاومة في داخل عمق الكيان الصهيوني، ودخلت مدن جديدة وأرجاء جديدة من أراضينا المحتلة تحت ضربات المقاومة. وبالتالي على العدو أن يفهم اللغة ويفهم الرسالة تماما ويعي تماما قدرات المقاومة، لأن المقاومة تمتلك من أوراق القوة ما يمكنها من إيلام وإيجاع هذا العدو الصهيوني، ونحن واثقون تماما أن هذه المعركة لن يربحها العدو الصهيوني، سيخسرها العدو الصهيوني وسينتصر شعبنا الفلسطيني، وستكسب هذه المقاومة الفلسطينية الباسلة هذه الجولة وهذه المعركة مع الاحتلال الصهيوني.
نعم، شكرا لك الأستاذ عبد اللطيف القنوع المتحدث باسم حركة حماس، كنت معنا من قطاع غزة، وكل عام وأنت وكل أهل فلسطين بخير، وكل عام والمقاومة هي كل الخير. إذا محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان شهد أيضا وقفات دعم للقدس لليوم الرابع على التوالي. المتواجدون هنا كانوا طالبوا بطرد السفير الإسرائيلي ودعم الشعب الفلسطيني. يأتي ذلك ضمن كل ردود الفعل ومواقف الدعم والمساندة للفلسطينيين بهبتهم، وأيضا لدعم غزة بصمودها في وجه العدوان الإسرائيلي. إذن الأستاذة نادية حرحش، باقتضاب لو سمحت، هل لديك ما تريدين أن تضيفيه؟ اللي برجع بقول إنه الحق هو، والإنسان الفلسطيني راح يضله مستبسل من شان يحارب من شان حقه. اللي بتمنى إنه نشوفنا كبني آدم مش كأرقام. معنى هو مظبوط تضحية من أجل فلسطين. اليوم فلسطين كلها متوحدة بوقت الانقسام شغلها وفرقها. الشيخ جراح جمعتنا لقضية تهجيرنا واحدة. إسرائيل مش راح تتغير. إسرائيل ها واحد دايما، تهجير وقتل ودمار. ما بفكر إنه راح تغير طريقتها ولا تفكيرها ولا وين هي رايحة فينا كشعب فلسطيني. المهم إحنا الشعب الفلسطيني ضلنا شايفين حالنا كشعب واحد، قوتنا بإنه إحنا شعب واحد، قوتنا بإنه هذه قضيتنا، قضية حق. ولما الحق هو دايما، ولما يقولوا الحق ما بيروح إذا ضلوا وراه مطالب، وإحنا اليوم واقفين من شان حقنا كأهل هاي البلد وكأصحاب هذه القضية. وقلبي مع كل أم وأب وابن بغزة. بقول متأسفة وبقدرش، يمكن قلبي بيبكي من شان غزة. وإن شاء الله يا رب الله يبرد قلوب الأميات وينصر الشعب بحسن نواياه من شان قضيته. سنة وأنتم سالمين. الكاتبة والناشطة نادية حرحش، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في هذه الساعة من التغطية. قبل الختام ننتقل من جديد سريعا إليك أحمد غانم مراسل الميادين في قطاع غزة. نعم، يبدو انه فعلا هنالك مزيد من الشهداء في القصف المدفعي في مدينة خان يونس. ذكرت قبل قليل ان هناك شهيد واصابة في قصف شرق خان يونس، وشهيد من عائلة ابو طعيمة. الان هناك شهيد اخر وصل الى مستشفى ناصر في منطقة خان يونس، ايضا شهيدان. اذا اعداد الشهداء تتزايد، اعداد الشهداء تتزايد بشكل ملحوظ جدا. يعني حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن عدد حسب ما أعلنت وزارة الصحة 67 شهيدا، وأكثر من 300 جريح. إذا الأعداد تتزايد. هناك شهيدان في خان يونس قبل قليل، شهيد بقصف مدفعي وشهيد آخر وصل أشلاء مقطعة. لازلنا ننتظر إحصائية رسمية. نحن من قدمنا هذا العدد حتى هذه اللحظة، لأنه نتابع لحظة بلحظة مع مصادرنا. بعد قليل سيصدر بيان رسمي من وزارة الصحة، سيتحدث فيه دكتور أشرف القدري حول تطورات المجموعة، الحالة التي وصلت إليها الجثث. بفعل كما قالت الوزارة، يبدو أن واضح عليها استنشاق غازات سامة. الصحة بغزة، نعم كما ذكرت، هي تقول أنه يعني سيعلن بعد قليل إن شاء الله، وسنوافيكم بهذه التفاصيل. القصف المدفعي ما يزال متواصلا ومركزا في مناطق شمال القطاع ومنطقة خان شمال وشرق القطاع ومنطقة خان يونس. دخول هذه المدفعية يعني أنه سلاح جديد تضيفه إسرائيل إلى معركتها، في ظل حديثها الآن عن توسيع وتهديدات للمقاومة. هناك معلومة عن شهيد من كتائب القسام، لكن ننتظر التأكيد الرسمي بعد قليل.
ننتظر التأكيد الرسمي. طبعا دعيني أشير إلى أنه اليوم سيتم تشييع جثامين قادة القسام الذين ارتقوا أمس في غارات إسرائيلية مكثفة ومركزة على قطاع غزة، وعلى رأسهم مسؤول لواء غزة طبعا الذي ارتقى في هذه الغارات، سيتم تشييعهم من المسجد العمري باتجاه مثواهم الأخير. نعم بطبيعة الحال هذه التغطية مستمرة وسنتابع هذا التشييع. شكرا لك أحمد غانم مراسل الميادين، أنت معنا من قطاع غزة. شكرا لكم أنتم مشاهدين أيضا، التغطية مستمرة وعلى رأس الساعة المقبلة من جديد تكون معكم الزميلة مايا رزق. إلى اللقاء.